بسم الله الرحمن الرحيم. انا مدام سناء عبد الرحيم حماد، جوزي مواطن مصري في السعوديه، بالتحديد في الرياض، بقاله 20 سنه هناك، بالتحديد 14 سنه ما نزلش، منهم 8 سنين اتحبس بسبب ان هو طالب رواتبه من الكفيل، وراح للسفاره قالوا له روح ارفع قضيه في مكتب العمل، وراح رفع قضيه في مكتب العمل، وللاسف للاسف توالت الكوارث علينا. اتهموه بكذا قضيه، سرقه ونصب وكل ما خلوش، واخر حاجه عملوها له عشان دخلوه السجن لما ما فيش حاجه خالص ثبتت، واحتجزوه 26 يوم وقيد الايد والرجل، ولما ما لقوش فايده منه خالص عملوا له قضيه دين مالي ب 190 الف ريال، واتحبس على اصلها 4 سنين. و مكان احتجازه كان مكان احتجازه في الرياض سجن الملاذ، وخرج بقاله 4 سنين. طبعا مش قادره اقول لك المهانه اللي قابلها في السجن، وخرج بقاله 4 سنين، اشتكى ما خلاش، راح لخالد الهواري، مجد الهواري، وراح للمستشار القانوني والسفير حسام، وانا كلمته شخصيا حسام عيسى، وقال لي انا هحللك الموضوع، وللاسف ما فيش حاجه. وادي صك صادر من مكتب العمل يقضي فيه بترحيله، وان هو ياخد 26 الف ريال. وللاسف الخارجيه هنا متواطئه، وما خليت بقالي 8 سنين انا عندي طفلين ما عنديش اي دخل، 8 سنين في طفل تاني، في طفل تاني، بقالي 8 سنين ما عنديش اي دخل ولا مورد رزق، بقالي 8 سنين وانا بعاني. وادي الحكم حضرتك صريح، وللاسف للاسف القنصليه هناك مش عامله حاجه، للاسف يعني مش عامله معايا اي حاجه. جوزي دلوقتي كان داخل السجن بالسكر والضغط، خرج عنده 4 فقرات في رقبته عايزين يتشالوا، وجاله دي في الشريان التاجي، هو دلوقتي بيموت، ولا عنده اقامه ولا عنده اي حاجه. وحتى الداخليه صرحت ان هو مش مدان في كل القواضي دي، الداخليه السعوديه مبارك قبل ما يتخلع، قدمت للناس كلها ما خلتش. ولما سمعت السفير احمد قطان طلع في التلفزيون وقال انا هحل مشاكل المصريين، انا سبق وجيت السفاره هنا كذا مره، رحت القنصليه كذا مره، قالوا لي مالكيش حل عندنا. ودلوقتي لما جيت قابلت المدام ليلى قالت لي هبقى اعرضه على سعاده السفير. قلت قابلت عصام شرف ولا لا؟ انا بعت له النداء وبعت تلغرافات ونزلتها في الجرايد، انا حضرتك نزلتها في الغد ونزلتها في الاحرار ونزلتها في الاسبوع، ما خليتش حاجه، وفي الجمهوريه ما خليتش حاجه. 8 سنين حضرتك، 8 سنين ارحمونا، احنا مش عايزين غير انه ينزل بس، مش عايزه اي حاجه بس. هنسمع اسمك ايه؟ محمد سمير. بابا اسمه ايه؟ سمير. بقى لك قد ايه ما شفتش بابا؟ كتير قوي. قد ايه؟ 8 سنين. انت عندك كام سنه؟ انا 8 سنين. عندك 8 سنين؟ انا كنت معاه هناك. يعني هو اتولد وبابا لا، انا كنت معاه هناك، نزلت بيه وهو عمره سنه. لما ابتدوا ان هم يضايقونا فنزلت، طبعا هو اتحبس فما كانش ينفع اقعد لوحدي. ما شافوش من ساعتها يعني؟ ما شفتش بابا بقالك 8 سنين؟ طب تقول ايه للسفير السعودي او للملك عبد الله؟ نزل لي بابا. قول له امير الحرمين ولا ملك البحرين ولا اسمه ايه؟ يا فندم يا حرمين نزل لي بابا. نزل لي بابا عشان حرام كده، كده حرام. مش تعلقوه هناك كده. نزلوه بقى، نزلوه. في سنة كام؟ أنا في تانية. تانية ابتدائي. تانية. قول له تاني أنا عايز أشوف بابا عشان أنا ما شفتوش وأنا صغير. أنا عايز أشوف بابا عشان ما شفتوش وأنا صغير. يا ريت بقى تنزلوه، يا ريت. شكرا. تحب بابا؟ ماما عاملة إيه معاك طيب؟ كويسة. أيه إن شاء الله قريب. إن شاء الله. فأنا أتمنى من خادم الحرمين، أتمنى من الأمير سلمان بس إن هو يسمع ندعنا. مش عايزين حاجه والله اكتر من ان هو ينزل بس، فقط لا غير، بس يعني ينزل. انا بقول انا داخله على الله ثم عليك، انا عايزه جوزي ينزل، مش عايزه اي حاجه تاني بس، يعني ارحمونا، يعني ارحمني وارحم اطفالي. انا عايزه اقول لك ان احنا اتبهدلنا في الثمان سنين دول، مش قادره اقول لك اتبهدلنا ازاي، من الخارجيه وبين القنصليه وبين الجرايد. فارجوك ارجوك الرحمه فوق العدل، الرحمه فوق العدل. طب يعني تصرفي ازاي على الاسره معلش؟ والله يعني اهلي جوزي شويه واهلي شويه وكده، والحياه ماشيه يعني بس. فانا بقول له ارجوك 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 رجاء خاص، مش ليه انا، حتى عشان خاطر اطفالي اللي ما عرفوش شكل ابوهم بس. شكرا.